ايه العمل اللي في رصيدك الفني ما حبيتيهوش لما تعرض؟ في اعمال طبعا كتير، بس ما اقدرش اقول بقى خلاص، لان هي مرتبطه باشخاص اخرين، وما احبش ان انا اضايقهم بكلامي، عشان برضو ما احبش هم يضايقوني بكلامهم. صيد العقارب حسيتي بيه ايه؟ حسيت من الاول ان هو ان شاء الله باذن الله هيبقى نقله جامده جدا، وكان نفسي كده، كان جوايا حاجه نجاح حاجات معينه في حياتي، كان نفسي ده يكسر النحس بتاعهم. النحس، النجاح كانوا نحس. نحس ازاي؟ انك انت ما بتعرفيش تعدي سقفه، كل ما تحاولي توصلي له هتوصلي له، لكن ما بتعرفيش تعديه. فدي كانت بالنسبه لي ازمه، كان بالنسبه لي نحس. ف زي ايه؟ لا مش هقول طبعا، بس انا اقول انت عارفه. بس انا كسرت نحسه يعني. انت حاسه ان صيد العقارب كسر نحس نجاحات غادة عبد الرازق العليا جدا. ايه اللي حبيته غادة في الورق ده غير انها مجموعة وشخصية عايدة؟ حسيتي منين ان الكومبينيشن دي هتعمل قصة نجاح؟ عمل اجتماعي بقاله الزمن الجمهور ما شافوش. الجمهور اتعود خلاص في رمضان من اول 5 حلقات يا يتقتل يا تموتي يا تخش السجن، يا ايوه خلاص بقوا عارفين ان احنا اذكياء جدا. اول 5 حلقات ضرب نار عشان نجيب الجمهور، اللي في النص حشو، نقفل اخر 5 حلقات توب علشان نروح ناخد جوائز ودي اذا خدناها مسلسلات يعني. كتيرة، مسلسلات كتيرة أوي 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 أوي. فانا كنت السنه دي مصممه اني هعمل مسلسل طبيعي شرعي زي اللي كان بيتعمل، زي ارابيسك، زي العيال الحلميه، زي، وهمشي القفله العاديه. اول 5 حلقات هعرف الناس علينا وعلى العيله، ومش هعمل الطاخ اللي هو، وهمشي شرعي زي ما الكتاب ما بيقول، زي ما احنا دارسين ايوه وفاهمين، وهقفل عالي عشان هو ده الصح. وهو ده اللي ابتدينا نحاوله، ده اللي حسيناه يعني طول ال 30 حلقه، الحمد ان لله. هو في تصاعد تدريجي. لانه مثلا فعلا دايما كتير من الحلقات اول 3 4 حلقات وطاخ طيخ، وحد مات وابوه مات بالظبط. والعيل مات وما طلعش بنوم، والفيلم ده كله بعدين بتروح يقولك حته خلاص احنا تانيه. كده خلاص ربطنا الجمهور معانا، اول 5 حلقات هم مضطرين يكملوني. لا هم مش مضطرين يكملوك خالص، وممكن في الحلقه 16 17 يخلع منك خلاص، يعني يقولك انا زهقت.